طبيبا بالأدب تنال أعلى الرتب عش حياة العلماء واقرأ صنوف الكتب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد الورى وشفيع الأنام سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فهذا درس ثان من دروس النحو الموجه إلى طلبتي تلميذتي التعليمي الأصيل، فنسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه. فكان معنا في الدرس السابق الحديث حول الحال، وتحدثنا عن تعريف الحال وشروط الحال، وأن الحال يشتمل على الحال وصاحب الحال والفاعل أو المفعول في الجملة وغيرها من ما يدخل على أو بعد الحال، فإما أن يتقدم وإما أن يتأخر. فإذا قلنا دخل الطالب الأكاديمية نشيطا، فإذا قلنا دخل الطالب الأكاديمية نشيطا فنشيطا حال. الطالب دخل الطالب صاحب الحال، الطالب هو صاحب الحال، وهو موقعه من الأعراب فاعل فاعل. فإذا قلنا شاهدت الأساتذة أو الطلبة أو التلاميذ مسرورين، فمسرورين حال. الأساتذة أو التلاميذ فصاحب الحال، وموقع الأساتذة أو التلاميذ من الإعراب هو مفعول به. وهكذا أقبل تلميذين مبتهجين، مبتهجين حال، التلميذان صاحب الحال والتلميذان فاعل. إذن معنا النداء أو أسلوب النداء، عنوان أسلوب النداء. النداء وأدوات النداء وحذف حرف النداء وأنواع المنادى. فهذا النداء يستعمل في خطاب الإنسان أو الآخر لأجل أن ينتبه، لأجل أن ينتبه فيقال له النداء. فالنداء لغة الطلب والدعاء، طلب والدعاء اصطلاحا عند النحويين هو طلب الإقبال بي أو بأحد أو بإحدى أخواتها. فالنداء له حروفه أو أدواته، فهذه الحروف والأدوات، فمن بين الحروف والأدوات نداء المندوب. فالنداء المندوب هو المتفجع عليه أو المتوجع منه، وله حرف واحد يستعمل وهو من حروف النداء وهو وا وا. وكما هو المثل الشائع القديم عند المرأة التي صرخت ونادت على المعتصم فقالت ومعتصمه، نادت ومعتصمه ومعتصمه، فهذه ندبة تسمى الندبة.
إعراب ومعتصمة هو حرف نداء وندبة، ومعتصم منادى مبني على الضم المقدر التي منع من ظهورها اشتغال محل بالفتحة التي اجتلبت لمناسبة الألف. نعم، الألف للندبة، الهاء للسكت، وهناك نداء غير المندوب وهو ما ليس متفجعا عليه أو متوجعا منه، وهو أنواع. باقي أو ما بعد أو الذي يكون غير و، فهذه تستعمل في غير المندوب، إلا و فهي تستعمل في المندوب. من حروف النداء آيا، وهذه آية تستعمل للبعيد، آية تستعمل للبعيد. مثال: أيا متعلما علم النحو، أو تعلم النحو فاعلم أنك صائب. أيا متعلما علم النحو، أو تعلم النحو فاعلم أنك صائب، هذه آية. هيا للبعيد أيضا، هيا هيا غافلا عن العلم أفق. ثانيا أو ثالثا أ الهمزة، آ الهمزة المفتوحة المقصورة أو الممدودة المفتوحة، آ الهمزة المفتوحة المقصورة أو الممدودة المفتوحة. للقريب أخالد أو آخالد، تعلم واستقم. ثالثا الهمزة المفتوحة المقصورة، أي سعيد، أي الهمزة الممدودة. رابعا أو خامسا يا، للقريب والبعيد، يا خالد يا خالد. يا إعرابه أو أ أو أيا أو هيا، يا حرف نداء أو أداة نداء، وما بعده يكون منادى، إما أن يكون معرب أو أن يكون مبني، فالمبني يكون على الضم، مبني على الضم. يا خالد. خامسا أو سادسا وقد يحذف النداء، نحو يوسف أعرض عن هذا، فيه تقدير أن حرف النداء محذوف. يا يوسف أعرض عن هذا، إلا في سبع مسائل فلا يحذف المنجوب، مثل يا عمر يا عمر، في قول جرير يندب عمر ابن عبد العزيز، يندبه على تحمله الخلافة، يندبه على تحمله الخلافة، فيقول له: حملت أمرا عظيما فاصطله، حملت أمرا عظيما فاصطبرت له، وقمت فيه بأمر الله يا عمر، وقمت فيه بأمر الله يا عمر. الثاني المستغاث، مثال: يا لله للفقير، يا لله للفقير، يا لله للفقير. أن المراد هو إطالة الصوت والحذف ينافيه، أي لا يحذف في المنجوب ولا يحذف في المستغاث ولا يحذف في المنادى البعيد. اسم الجنس غير معين فلا يحذف كذلك، أي حرف النداء لا يحذف، نحو: يا عجولا لا تبصر في العواقب، في العواقب لا تبصر في العواقب. اسم الجنس غير معين لا يحذف، يا عجول غير معين. اسم الله تعالى إذا لم يعوض في آخر الميم المشددة، مثال: نقول يا الله يا الله، فلا يحذف حرف النداء، فنبقي على حرف النداء في
اسم الجلالة في اسم الله تعالى نقول يا الله، إلا إذا كان مشددا كاللهم اللهم اللهم فيحذف، يجوز حذفه. اسم إشارة مثال يا هذا فلا يحذف، نقول هذا فنقدره بأنه منادى وحرف النداء بأنه محذوف، فهذا لا يجوز، يا يجوز حذفه. اسم الجنس لمعين نحو يا رجل، إذا كنت تعين اسم جنس لمعين فلا يحذف حرف النداء يا. هذه الحروف النداء وفيما لا يحذف من حروف النداء، وعندنا أنواع المنادى. أنواع المنادى، أنواع المنادى مضاف مثال يا واهب الخير، فنقول يا حرف نداء واهب منادى وهو مضاف، والخير مضاف إليه، والمضاف هنا منصوب يا واهب، واهب منادى منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة في آخره، وهو مضاف والخير مضاف إليه، مضاف إليه. وقوله تعالى يا أهل الكتاب، يا قل يا أهل الكتاب، يا أهل الكتاب يعرب يا حرف نداء أهل منادى منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة في آخره يا أهل، وهو مضاف والكتاب مضاف إليه. يا صاحبي السجن، يا صاحب قوله تعالى يا صاحبي السجن، وأن نكتب وقوله تعالى هذا نسيان في عدم كتابة، وقوله تعالى يا صاحبي السجن، يا حرف نداء وصاحبي منادى وهو مضاف منصوب وعلامة نصبه الياء، يا صاحبي السجن وعلامة نصبه الياء لأنه مثنى، يا صاحبي السجن مثنى وهو مضاف والسجن مضاف إليه. إذن عندنا هذا مضاف، هناك شبيه بالمضاف، شبيه بالمضاف، فشبيه بالمضاف يعني نستطيع أن نستغني عن التنوين، فإذا ما حذفنا التنوين منه فيصير مضافا، ولذلك يقال له شبيه بالمضاف، يا واهبا خيرا خيرا، يا ساعيا كذا، يا واهبا خيرا، فإذا حذفنا التنوين فيصير يا واهب الخير، إعراب يا واهبا خيرا، واهبا يا حرف نداء، واهبا منادى شبيه بالمضاف، منادى منصوب وعلامة نصبه، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة في آخره، وهنا نكرة، يا واهبا خيرا، النكرة عندنا كذلك نكرة المقصودة الموصوفة. إذن عندنا المضاف شبيه بالمضاف، وعندنا النكرة المقصودة الموصوفة. النكرة المقصودة الموصوفة يعني لماذا قلنا المقصودة؟ لأنها معينة، هذه النكرة نكرة مجهولة، إذا قلنا المعرفة بمعنى يا محمد يا زيد تنادي عليه بالمعرفة، يا محمد فمعرفة، هنا نكرة ولكنها مقصودة معرفة، معرفة بالقصد أي معينة وموصوفة، فتقول يا طالب، يا طالب اجتهد، يا طالب اجتهد، يا طالب اجتهد، يا طالب اجتهد، طالب من هو الطالب؟ طالب نكرة، لكنه مقصود. وقوله تعالى يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء،
وهناك النكرة غير المقصودة، النكرة غير المقصودة. مثال: يا عالم لم يفيده علمه، عالم لم يفيده علمه. من هو هذا العالم؟ غير مقصود، غير معين، غير معين، نكرة غير مقصودة. وكقوله تعالى: يا حسرة على العباد، يا حسرة على العباد. يا حسرة على العباد، فهذه مقصودة غير مقصودة، يعني نكرة، ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. كذلك العلم المفرد، المفرد، العلم المفرد لا يقصد به العلم المفرد بأنه مفرد، ولكن عند النحويين أي ما ليس بمضاف ولا شبيه بالمضاف، هذا المقصود بالعلم المفرد. مثال: يا زيد، يا زيد. فيا حرف يا زيد منادى مبني على الضم، مبني على الضم في محل نصبين، في محل نصبين، منادى مبني على الضم في محل نصب. يا زيدان مثنى، يا حرف نداء، المثنى يبنى على المنادى، يبنى على الألف. يا زيدون يبنى على الواو، إما أنه مبني على الضم في محل نصب إذا كان مفرد، وإذا كان مثنى فالمنادى مبني على الألف، وإذا كان جمع فهو المنادى يكون مبني على الواو. فهذا فيما يتعلق بالحروف، تدخل على هذه الأنواع، تدخل على هذه الأنواع، ويعني فيه توسع كبير عند علماء النحو، ولكن نحن نقتصر على مقرر، ولأن الدروس موجهة إلى الطلبة. وهناك معاني النداء التي تفهم من سياق الخطاب، لأن النحو هو طريق إلى فهم أول تضلع في اللغة العربية وفهم اللغة العربية ببلاغتها وأسلوبها الرائق، ثم يفهم من خلالها هذه اللغة الوحي المنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. من معاني النداء التي تفهم من سياق الخطاب إظهار التحسر، إظهار التحسر، نحو قوله تعالى: قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها. فيفهم من هذا النداء إظهار التحسر لهؤلاء، قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها، وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم. ثم يفهم كذلك من معاني النداء الإهانة، الإهانة، نحو قوله تعالى: ثم إنكم أيها الضالون المكذبون. فيفهم من هذا الإهانة، ثم إنكم أيها الضالون المكذبون، لآكلون من شجر من زقوم. ثم يفهم كذلك من هذا النداء إظهار الشفقة والعطف، نحو قوله تعالى: وإذ قال موسى لقومه: يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم. فهذا الخطاب لسيدنا موسى عليه السلام يظهر فيه الشفقة والعطف: يا قوم، يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم. ثم التأنيس والتلطف، التأنيس والتلطف، يفهم ذلك من قوله تعالى لسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام: يا أيها المزمل، يا أيها المزمل. فيفهم من ذلك أن الله سبحانه وتعالى يتلطف مع عبده محمد
صلى الله عليه وسلم: يا أيها المزمل، أي من تقول زملوني زملوني، حينما جاء النبي صلى الله عليه وسلم من الغار وقد رأى فيه جبريل عليه السلام، فجاء ويرجف فؤاده صلى الله عليه وسلم ويقول لأمنا خديجة: زملوني. فناداه الله سبحانه وتعالى بهذا الاسم يا أيها المزمل، والحق قوله تعالى: يا أيها المدثر، يا أيها المدثر. فالنداء في النداء هو كثير في القرآن الكريم وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لأن القرآن نزل بلغة العرب، فنجد فيه: يا نوح، يا إبراهيم، يا يعني أسماء، يا هود، يعني أسماء للأنبياء والمرسلين ينادي الله سبحانه وتعالى عليهم، أو كما في الكلام الذي يحمل المعاني كما سبق. إذن النداء وحروف النداء والمناداة وأنواع النداء. فنسأل الله عز وجل أن يوفقنا وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله على سيدنا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.